صباح الخير مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم. دائما بنحكي عن سلامه الطعام، كيف اذا عم نحكي عن برودوي او نوع اكل شوي حساس مثل السمك. رح نشوف شو عندها معلومات ناتالي حول هالموضوع. صباح الخير. صباح الخير تينا، كيفك ناتالي؟ صباح ماشي الحال. ماشي الحال. ليه حبيتي تضوي على السمك تحديدا بهذا الموضوع؟ مثل كل انواع الماكولات اذا ما عرفنا استهلكناه، اكيد السمك فيه فوائد غذائيه. كل الناس بتعرف قديش مهم السمك وقديش السمك بيعطينا دهون غير مشبعة، بروتينات جيدة، فيتامين دي، ولكن بعض الأحيان إذا ما عرفنا اشتريناه، إذا ما عرفنا حفظنا عليه إن كان عند محل ما بالمسمكة أو حتى بالبيت، ممكن أنه هالطعام المفيد يضر لنا صحتنا، وبالتالي بدل ما يفيدنا بيصير بالعكس يؤدي لتسمم غذائي. نعم. فينا نعتبر السمك نوع من الأكل صعب الواحد يتعامل معه؟ ما في شيء صعب أنه نتعامل معه، أهم شيء نعرف شو هي القوانين أو الريجوليشنز اللي لازم تتبع. نعم. وقت اللي بدنا نشتري سمك، وقت اللي بدنا نحافظ على السمك قد ايه، كيف نعرف انه السمكه منيحه؟ انه يمكن في كثير اشخاص ما بيعرفوا انه اذا السمكه شكلها او عينها بها شيء يعني السمكه منها منيحه. نعم. غير انه في اكيد قد ايه طازه السمكه، ولكن كمان نحن بنشتري سمك مجلد، كيف فينا نعرف اذا هالسمك المجلد منه كثير سليم؟ وكمان في شغله يمكن المشاهدين ما بيعرفوها، هي انه سلامة الغذاء منا بس بالتسمم الغذائي، يعني جاسترو انتريت أو إسهال. التسمم الغذائي كمان بالملوثات اللي ممكن أنه تكون موجودة، خاصة اليوم مثلا بدي أحكي عن السمك، شو هي الملوثات اللي لازم ننتبه لها، وخاصة عند الأشخاص. نعم. مثل سيدات الحوامل أو اللي عم بيرضعوا، أو حتى سيدات باردون هاللي بدهم ينجبوا، يعني بعمر الانجاب اللي عم بيفكروا عندهم مشروع، عاملين بلانينج، كمان هو السيدات لازم ينتبهوا. رح نذكر برقمنا اذا حابين تتصل فينا على 04 444 4444. لكن اول شيء خلينا نحكي عن سلامه السمك. وقت اللي بدنا نتجنب انه لازم، مهم اول شيء سمك وقت اللي بدنا نشتريه لازم يكون كيف نختاره؟ ما بعرف اذا الريجي ممكن انه تبلش تفرجينا الفيديو، ولكن اهم شغله وقت اللي بدنا نشتري سمك لازم نكون اكيدين وين محطوط السمك، يعني لازم السمك يكون محطوط على رف من الثلج. هلا في كثير اوقات انا بروح بشتري سمك بلاقي انه هالرف الثلج عم بيدوب. مهم انه الثلج اللي موجود تحت السمك يكون سميك اول شيء، ما لازم تكون سميكه الثلج اللي عم 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 بتحافظ على هالسمك ما تكون عم بتدوب، لانه هيدا بيفرجي انه الحراره عاليه، يعني الحراره عم تطلع. كمان نقطة مهمة، في بعض المحلات بيغطوا السمك بإزازة، يعني بيكون محطوط السمك حتى إذا كان محفوظ بالثلج بيتغطى، وهيدا بعد أحسن لأنه بيحافظ على حرارة السمك أحسن. البروتينات اللي موجودة بالسمك كتير حساسة، مشان هيك مهم إنه تضلها على حرارة سليمة، ما تكون أكيد حرارة عالية. دونك مثل ما عم نشوف هون على الصورة، لازم دايما أفضل إذا كان السمك مغطى بالثلج بيكون أحسن. بعد اهم شيء بس نفوت على المسمكه انه ما تكون ريحه كريهه، هيدي شغله نقطه مهمه، لازم نطلع مثل ما عم بتشوفوا على عين السمكه، لازم تكون طالعه على برا، لازم ننتبه على كمان المحل ما بتتنفس السمكه لازم تكون حمراء، واكيد لازم ننتبه في تيست بينعمل لازم مثلا نحط ايدنا على السمكه لازم السمكه ترجع تطلع. هلا هون عم نشوف الكلامز كيف نختارهم. نعم. اذا كان طازه الكلامز، هلا احنا كثير قليل تا يوصلنا هالنوع من ثمار البحر طازه، بس عاده بنعمل لها تيست بينقزوها للصدفه، واذا سكرت يعني بعدها عايشه، يعني هيدي منيحه. نعم. هلا رح نشوف بعدين بالطبخ كيف فينا نعرف اذا هالصدفه منيحه ولا لا. سو برجع على السمك لانه هيدي بعتقد كثير، لكن السمكه مثل ما قلنا عينها بدها تكون ترانسبارنت، لازم تكون ترانسبارنت ونافره لبرا. اذا كانت ميلسه وفاتة لقلب السمكه يعني هيدا سمك منه طازه، منه طازه صح. اوكي. شغله ثانيه، لما نضغط على على السمكه لازم
ترجع تطلع، يعني ما لازم يبقى عليم الاصبع على السمكه. أوكي. اذا بقي عليم الاصبع على السمكه يعني هيدي سمكه منا طازه. سو بدنا ننتبه لهالنقطه هاي. واكيد لون تحت محل ما بتتنفس السمكه تحت الخدود لازم اكيد كل ما كانت حمراء كل ما هيدا الشيء بيدل انه هيدي سمكه طازه. دونك هو لي اذا بدنا نشتري اكيد انا مره سميك قال لي انه بتشم ريحه السمكه ما لازم تكون ريحتها سمك، لازم يكون ريحتها البحر. صح صح. مشان هيك الريحة مهم، يعني نحن وقت اللي بنشتري سمك لازم أول شغلة ننتبه لها هي ريحة المسمكة. إذا ريحتها مثل ما عم بتقولي ريحتها بشعة زنخة مش سمك أكيد. دونك هيدي دليل إنه طازة ولا لا. رح ناخذ اتصال. ألو ألو ألو، صباح الخير. بونجور، يعطيكم العافية. مين معنا؟ ميرسي. جورج معلوف. إيه تفضل، شو سؤالك؟ بدي أسأل سؤال. أول شيء بالنسبة لموضوع السمك، قريت مرة مقال أرتيكل بقول إنه السمك المعتق منه كتير هلتي منه صحي. بس بدي أسأل على السمك المعتق، يعني بيقصدوا فيه السردين والطون؟ وشغلة تانية، إذا في مجال بعد الأكل بقولوا ما تشربوا دغري، يعني انطروا نص ساعة أو ساعة. إذا واحد عنده ثلاث أربع حبوب دواء بده ياخذهم بعد الأكل، كيف بينطر؟ في مجال دغري بعد الأكل ولا بده ينطر نص ساعة أو ساعة؟ بس قبل السؤال الأول، السمك معلق ولا معلب؟ لا هي هيك قريتها أنا بالأرتيكل، المعتق السمك المعتق. بدي أعرف هو أصلا في السردين والطون، لأنه السردين والطون أنا بعرف كثير منها. مقدد يعني مجفف سمك مقدد، وفي أكيد المعلب. المقدد غير موضوع، هو بيكون سمك مجفف. هلأ أكيد إذا ما كان معمول بطريقة سليمة ممكن أنه يكون خطر، بس عادة بيحطوا له كتير ملح، بيحطوا له كتير مواد حافظة. مبدئيا مثل بكل شيء إذا ما اتبعنا الإرشادات السلامة الغذاء أكيد بده يكون هيدا مصدر منه سليم للمأكولات. ولكن السمك إن كان معتق أو معلب لازم نعرف نختاره أكيد. نعم. جينا اتصال قبل شوي قبل ما نجاوب المسيو عن السؤال الثاني كمان عن التون. السمك المعلب هذا سمك ني ولا سمك مطبوخ؟ رح أحكي عن التون، عن السمك المعلب. السمك اللي موجود بالكاند هو كوكت، مطبوخ أكيد مطبوخ. ونفس الشيء للسردين المعلب، مطبوخين بالزيت أو بالمي والملح. بس ترجع على أول سؤال لكن السمك المعلب منه خطر، ولكن هلأ رح قلكم شو لازم على شو لازم ننتبه. السؤال الثاني، لازم نشرب مي أو لا بعد الأكل؟ هلأ إذا مضطر ياخد الدواء أكيد لازم ياخد الدواء، أهم من أنه ما نشرب مي إحنا عم ناكل. يعني دايما لازم نحط أولوياتنا شو هي كرمال صحتنا. لكن تنرجع على السمك، السمك وقت اللي بدنا نشتري مثلا فيلي نحن كمان مش بالضرورة ناخد سمك طازة. أهم شيء أنه الفيلي ما تكون طرية كتير، يعني الفيلي لازم تكون اللحمة تبعيتها قاسية، ما لازم يكون في تغيير باللون ولا على أخضر ولا على بيج. لأنه أوقات كتير بيكون في لون بيتغير بالسمكة، دونك هيدا دليل أنه السمكة منا طازة. هلأ ما بعرف إذا عنا وقت، هيتنا ما بقى عنا كتير وقت، رح كفي الموضوع بكرة ورح كفي، رح أحكي عن المعلبات الأسماك المعلبة وعن الأنواع الملوثات لأنه ما حكيت عنها كمان. اللي كمان لازم ننتبه لها من معادن ثقيلة وملوثات اندستريال. في أشخاص كمان يمكن بفضلوا يجيبوا سمك مستورد من سمك بلدي، كمان بنشوف شو الفرق، كيف نختارهم وكيف ننتبه إذا كانت مجلدة السمكة، كيف فينا نعرف إذا السمكة سليمة. أهم شيء وقت اللي بدنا ناكل السمك لازم نطبخه منيح. يعني نحن اشتريناه لازم نطبخه منيح. هلا اللي بيحبوا سوشي ما رح يزعلوا، بس كتير مهم من وين عم نشتري. يمكن للسوشي والسمك من وين عم نشتري سوشي؟ إذا بمطعم موثوق فيه وسلامة الغذاء عم تطبق بطريقة صحيحة أكيد ما مفروض يكون في خطورة، لأنه السمك الني لازم يتفرز على درجة تحت 20 درجة لفترة أسبوع قبل ما يتقدم، لأنه في بارازيت، في طفيليات ممكن أنه تأثر على صحتنا. ورح لكن منكفي حديثنا بكرة، الله رح ناخد وقفة مشاهدينا ومنكفي برنامجنا.